كامل الأوصاف يا قلبي هي كلمات أغنية شهيرة للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، هي لسان حال جماهير وعشاق نادي الزمالك في وصف نجم كرة اليد أحمد الأحمر، الفتى الذهبي لكرة اليد المصرية ومعشوق جماهير الزمالك الذي يحتفل اليوم الموافق 27 من يناير بعيد ميلاده 38، لا زال يصول ويقول وتتحدى يسراه الجميع عازفا أجمل الألحان داخل صالات كرة اليد. ويعتبر الفتى الذهبي لكرة اليد المصرية هو نمبر 1 على المستوى العالمي للعبة، فهو أكثر لاعب في تاريخ كرة اليد يتوج بالألقاب القارية مع فريق برصيد 19 لقبا مع الزمالك. الأحمر الذي ارتبط اسمه باسم الزمالك منذ عام 2004 والذي خاض عدة تجارب احترافية مشرفة أبرزها في صفوف فيلنسبرغ الألماني، ويمتلك عدداً لا حصر له من الجوائز والألقاب الفردية أبرزها لقب هداف كأس العالم للأندية مع الزمالك عام 2010 وأفضل لاعب وهداف في كأس أمم إفريقيا لليد في 4 نسخ، كما حصل الأحمر على لقب رجل المباراة في 7 مرات خلال بطولة العالم مع المنتخب المصري. ويعتبر أحمد الأحمر هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولات كأس العالم، كذلك في دورات الألعاب الأولمبية بعد التوهج في دورة طوكيو وقيادة فراعنة اليد للمركز الرابع. أحمد الأحمر هو الاسم الذي يفخر به كل زملكاوي وكل محب وعاشق لكرة اليد المصرية، والفتى الذهبي الذي يجمع بين الموهبة والإخلاص. كل عام وأنت متربعا على عرش كرة اليد في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية.